بالتزامن مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وبهدف تمكين الصحفيين وإعطائهم الأدوات العلمية الصحيحة المستندة على الاتفاقيات والمعايير الدولية لإعداد تقارير إخبارية حول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا بالتعاون مع مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام ورشة عمل تدريبية للإعلاميين من اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وذلك في فندق سفير حمص وعلى مدى 3 أيام. فالإعلام لا يستطيع يقدم مادة صحفية صحيحة هو الموضوع، يفترض يكون مثقف ليستطيع يثقف الآخرين. أضف إلى ذلك في كان يوم في تقريبا كامل عن القوانين الدولية والقوانين السورية، كيفية توظيفها في التقارير وأعداد المواد الصحفية، لأن الصحفي يفترض يكون على دراية بالقوانين والاتفاقيات والتحفظات السورية. بيهمنا كثير أنه ندرب ونأهل الصحفيين ليتمكنوا من امتلاك الأدوات اللازمة لإعداد تقارير إعلامية على مستوى أكاديمي وعلمي يكون مدروس ويكون يحقق الأثر المطلوب. يعني لما منشوف أي مادة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة تجذب المشاهد وتكون تعكس الواقع مظبوط، ويعني وتسلط الضوء على القضايا اللي عم تعاني منها المرأة خلال الأزمة السورية. أنا دورة كتير مميزة وكتير جميلة جدا، فلاحظت من خلال عدد الموجودين هون ما يقارب يمكن فوق 20 إعلامي، كان في تفاعل ممتاز جدا مع المدربين ونقاشات وتدريبات جميلة جدا، وصلنا من خلالها نتائج حلوة جميلة جدا. يعني خلال الورشة تم تعريف الصحفيين بمجال عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في معالجة الآثار الجسدية والنفسية للعنف القائم على النوع، كما بالشأن القانوني شرحا تفصيليا عن أهم الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بتلك القضايا وكيفية إعداد تقارير إعلامية دون التسبب بالضرر للناجين أو الناجيات من العنف. ورشات تعلمنا كيف نسلط الضوء على هاي المشاكل أو خلينا نقول الانتهاكات لحقوق الإنسانية، وتعلمنا كيفية إظهار الرسائل من خلال إظهار أمور لا تؤثر على إنسانية المشاهد، وبالتأكيد توصل الصورة واضحة والرسالة واضحة. بعض المصطلحات اللي ممكن تساعدنا بعملنا وخصوصا بمجال الإنساني والاجتماعي، المصطلحات اللي متعارف عليها عالميا اللي نحن ممكن ما استخدمناها كتير بتقاريرنا. وختام الورشة تم تناول موضوعات تتعلق بالمبادئ الأخلاقية والمصطلحات والألفاظ الواجب استخدامها أثناء التغطية، بالإضافة إلى عرض عدة تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية التي طرحت ذلك الموضوع. هي الورشة الأولى من نوعها في حمص وخطوة لتطوير الرسالة الإعلامية الاجتماعية التي تهدف للتركيز على المبادئ الإنسانية في التغطية الإعلامية. من حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.